بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، موضوعنا لهذا اليوم موضوع مهم وعاجل، وفيه حديث نبوي يحدثنا عن علامات الساعة وربطها بأرض العرب. اليوم هناك ثلوج، أو قبل أيام تحديدا ثلوج كثيفة غطت مناطق واسعة من الجزيرة العربية، بعض مناطق الجزيرة العربية. يعني مثل هذا المشهد لم يكن أحد يتخيل أننا نجد إبل تسير وسط الثلوج. سبحان الله، لم يكن أحد يتخيل قبل 100 سنة، وليس قبل 1400 سنة، أن نجد الأمطار، أن نجد حبات البرد، أن نجد هذه الإبل ترعى في مراعي من الثلوج. سبحان الله، اليوم أصبحنا نراها بشكل واقعي وحقيقي. أصبحنا نرى كميات من الثلج تتراكم في أكثر المناطق جفافا في العالم، في صحراء الخالي، في صحراء المملكة العربية السعودية، في صحراء عمان مثلا. هذه مناطق لم يكن أحد يتخيل أن يرى فيها هذه الثلوج، لم أحد يتخيل فيها الأمطار الغزيرة أصلا، فضلا عن أن يرى ثلوجا في المملكة العربية السعودية مثلا. هذه ظاهرة غريبة جدا، بدأت منذ 3-4 سنوات الماضية، واليوم هذه الظاهرة حقيقة أصبحنا نراها أمامنا وتزداد كل فترة. هناك بحيرات بدأت تتشكل في المناطق الأكثر جفافا مثل الربع الخالي مثلا. لذلك هنا أيها الأحبة، لابد أن نتأمل هذه الظاهرة التي بدأت حديثا، ونتأمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يربط بين اقتراب علامات الساعة وبين شيء مهم، وهو أن تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. انظر معي أخي الحبيب هنا إلى هذه المشاهد، الثلوج، يعني هذه كلها تبشر بعودة أرض العرب مروجا وأنهارا كما كانت قبل آلاف السنين. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا هذا الحديث ليؤكد لنا بوجود معجزة نبوية في كلامه أولا، وليحذرنا أننا إذا رأينا مثل هذه العودة للمروج والأنهار ينبغي أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الساعة أصبحت قريبة جدا. فلذلك اليوم أيها الأحبة سنتحدث عن تاريخ أرض العرب ولماذا تكثر هذه الظواهر. يعني انظر هنا معي بحيرة في الربع الخالي، بحيرات تتشكل في المنطقة الأكثر جفافا في العالم تسمى الربع الخالي. انظر معي هنا أيها الأحبة، انظروا معي، هذه الصحراء الربع الخالي سمي خاليا لأنه يكاد يخلو من أشكال الحياة، ليس فيه لا نبات لا ماء لا حيوان إلا بشكل نادر، ولكن اليوم تتشكل مثل هذه البحيرات، وبدأت تتشكل أيضا، تنمو بعض الأشجار وبعض السهول. انظروا هنا هذه السهول، هذه فيها نوع من الموج، بدأت تكسو مناطق لم يكن أحد يتخيلها من قبل. الحقيقة أيها الأحبة، وكالة ناسا قبل سنوات أرسلت قمرا صناعيا إلى هذه المنطقة بهدف استكشاف ماذا يوجد تحت الثرى، ماذا يوجد تحت التراب، ماذا يوجد تحت الرمال.
هذه كثبان رملية أصبحت مكسوة اليوم بالثلج بحبات البرد. انظروا معي، ظاهرة البرد ظاهرة معقدة جدا، بدأنا نراها في صحراء الجزيرة العربية. حبات من البرد بحجم قبضة اليد بدأت تتساقط في أماكن متفرقة. هذه الثلوج في داخلها كميات كبيرة من المياه، فعندما تذوب هذه الثلوج تغذي هذه الأرض وتتحول. انظروا هنا إلى حبات البرد كيف تتساقط، سبحان الله، في أحد شوارع المملكة العربية السعودية. من كان يتخيل منطقة مكة المكرمة، جبال مكة، من كان يتخيل أنها ستكسى ذات يوم باللون الأخضر؟ انظر معي هنا، هذه جبال جافة لآلاف السنين، لآلاف السنين هذه الجبال كانت جافة، اليوم نراها مكسوة باللون الأخضر. إذن المروج بدأت تعود تدريجيا، المياه الغزيرة، أمطار الغزيرة التي تنزل في وسط الجزيرة العربية، في أطراف الجزيرة العربية، حتى في منطقة مكة المكرمة، مثل هذه المراعي، هذه المروج مليئة بالأزهار. هذا منظر أيها الأحبة ليس في أوروبا، ليس في غابات مثلا البرازيل، لا، هذا منظر في أحد مناطق شبه جزيرة العرب التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام أرض العرب. فانظر معي إلى جمال هذه اللوحة الإلهية، سبحان الله. هذه المروج من كان يتوقعها من قبل؟ من كان يستطيع أن يتنبأ بها؟ فوكالة ناسا توقعت وجود أشياء تحت الرمال هنا، تحت الكثبان الرملية. تبين من خلال القمر الصناعي التابع لوكالة ناسا أن هناك أنهارا قد دفنت تحت الرمال، وبخاصة هناك نهرين، هناك نهران كبيران يمتد كل واحد منهما لأكثر من 1000 كيلومتر، ويتفرع منهما العديد من الأنهار الصغيرة. هذه الأنهار مدفونة هنا تحت الرمال أيها الأحبة، تحت الكثبان الرملية، دفنت قبل كما وجد العلماء 5000 سنة. ولذلك مثل هذه الكثبان الرملية أحبتي في الله لا يستطيع أحد أن يتنبأ ماذا يوجد تحتها. هذه منطقة حتى مكة المكرمة كانت ذات يوم مليئة بالمروج والأنهار، ولكن قبل عشرات الآلاف من السنين. اليوم بدأت تعود هذه المروج تدريجيا. فإذا وكالة ناسا وجدت أن الجزيرة العربية ليست صحراء جافة كما نعتقد. قبل 5000 سنة هنا كانت الفيلة والكثير من أنواع الطيور، الكثير من أنواع الحيوانات كانت تعيش هنا في هذه الأراضي وتنعم بالمروج والأنهار والينابيع، سبحان الله. فإذا أيها الأحبة، النبي عليه الصلاة والسلام له حديث دقيق في هذا الباب. الحديث يربط بين اقتراب الساعة وبين عودة وليس تحول. انتبهوا معي أيها الأحبة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. مروجا، هذه بداية المروج، هذا المشهد في مكة المكرمة لا يمكن لأحد أن يتخيله بهذا الشكل، بهذا الإخضرار. اليوم نحن نراه أمامنا،
أمامنا أمر واقع. انظر أي أخي الحبيب، الجبال تخضر بسبب كميات الماء الهائلة والكثيرة والغزيرة التي تنزل كل عام، حتى إن علماء الأرصاد يقولون إن عام 2024 هو العام الأكثر مطراً خلال 40 سنة الماضية. أكثر مطر هو عام 2024، نزلت كميات كبيرة من المطر، أكثر من مليمتر، من 100 مليمتر خلال هذا العام، وأحيت هذه الأرض، يحيي الأرض بعد موتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. تعود، انظر معي إلى كلمة تعود. أنت متى تعود إلى بيتك؟ بعد أن تخرج من البيت تعود إلى البيت. إذن أصلا أنت كنت في البيت وتعود إلى البيت. لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. إذن هي كانت مروجا وأنهارا وستعود. وكالت ناسا ماذا وجدت أيها الأحبة؟ وجدت أن هذه الأراضي قبل أكثر من 5000 سنة إلى 10000 سنة كانت جنات خضراء، كانت هذه كلها مراعي، ولكن بسبب ما يسمى دورة الطقس أو دورة المناخ بدأ الجفاف يضرب هذه المنطقة تدريجيا، واختفت مظاهر الحياة ودفنت تحت الكثبان الرملية. اليوم بدأت تعود هذه الحياة من جديد من خلال هذه الثلوج، من خلال الأمطار الغزيرة. طبعا مثل هذه الثلوج تغطي مناطق واسعة من الصحراء، وبالتالي تتحول إلى مياه عذبة تغذي هذه التربة، تغذي هذه الرمال. وسوف نشهد قريبا الكثير من المروج تكسو هذه الجبال الجافة وتكسو هذه الصحراء، يعني الكثبان الرملية ستتحول إلى مروج، والبحيرات الصغيرة التي تتشكل بفعل الأمطار الغزيرة ستتحول أيضا إلى ينابيع وأنهار تشق طريقها عبر هذه المنطقة. طيب، وكانت ناسا أيضا وجدت شيئا مهما، تقول إن الحضارات تختفي باختفاء الماء، يعني مثل ما حصل مع الحضارة، حضارة الفراعنة، عندما تعرضت مصر القديمة للجفاف أيضا قبل 5000 سنة تقريبا أو 3000 سنة، فزالت حضارة الفراعنة، نشأت حضارات أخرى. ولكن سبحان الله، مكة المكرمة والحضارة العربية لم تختفي ولم تتغير، موجودة منذ آلاف السنين. لماذا؟ لأن الله سينزل هنا في هذه المناطق المباركة، في منطقة مكة المكرمة، سينزل أعظم كتاب وآخر كتاب، وهو القرآن الكريم. فهنا مثلا في مكة المكرمة نبع أو ماء زمزم منذ آلاف السنين يسقي الناس، لا يجف لا ينضب. هناك تركيبة معقدة للصخور والتضاريس في هذه المنطقة تضمن بأن يتجمع الماء كله في بئر زمزم، ويبقى هذا النبع مستمرا ليسقي ملايين الناس. هذا معجزة بحد ذاته، يعني وجود ماء زمزم واستمراره لآلاف السنين هو معجزة. طيب، اليوم وجود هذه الثلوج أيها الأحبة هو معجزة أيضا، لا أحد يتوقع ذلك. نحن بدأنا نرى جفافا في بعض مناطق أوروبا التي كانت مروجا وأنهارا، بدأت تتصحر. هناك مناطق في
أوروبا بدأت الأنهار، مستوى الأنهار ينخفض، مستوى الماء ينخفض في النهر، وغابات تحترق، غابات تزول، آلاف الهكتارات من المساحات الخضراء تختفي، درجات الحرارة ترتفع في أوروبا، وسوف تشهد السنوات القادمة مزيدا من الجفاف، مزيدا من الحرائق. يعني بالأمس هناك حرائق في نيوجيرسي في أمريكا، هناك اليوم فيضانات في إسبانيا. هذه اللخبطة في الطقس بسبب الاحتباس الحراري، سبحان الله، الماء يتبخر من البحر ويوجه باتجاه مناطق لم يكن أحد يتصورها، مثل هذه المنطقة في أرض العرب. لن تقوم الساعة، أو لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. ما معنى مروجا وأنهارا؟ هذه هي المروج. طيب بالنسبة لي، وكالة ناسا ما تقول؟ هي تتوقع أن تمتلئ الجزيرة العربية بالمروج والأنهار، وتتوقع أيضا أن تنشأ هناك حياة بحرية وحياة برية، ومثل هذه البيئة سوف تجذب الطيور مثلا المهاجرة فتستوطن، تجذب بعض الحيوانات، سوف نرى نباتات لأول مرة تنبت، غبار الطلع أو حبوب الطلع أو حبوب اللقاح موجودة منذ آلاف السنين مخزنة، وكلها قابل للنمو أو للحياة كما تعلمون. يعني العلماء اليوم يأتون بحبوب الغبار الطلع هذه أو حبوب اللقاح عمرها آلاف السنين بظروف معينة من ودرجات الحرارة تنمو من جديد، سبحان الله. فإن هذا الحديث الشريف أولا دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هناك بعض من ينكر سنة النبي، يقول لسنا بحاجة لكلام النبي، نكتفي بالقرآن. هذا أيها الأحبة صدقوني لن يجلب لأحد خيرا، استفيد. يعني أنا لدي كنز نبوي، إذا تخليت عنه وبعدت عنه ماذا سأستفيد؟ ولا شيء. أنا عندي حديث يقول لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. إذا أنت هذا الحديث مثلا، ماذا سأستفيد؟ ما هو التطور الذي سأحققه؟ ما هو المكسب الذي سأحصل عليه؟ ولا شيء. سأنكر حديث النبي وأرى أمامي عودة المروج والأنهار، وبالتالي سأصبح مثل إنسان يصدق كل شيء إلا حديث النبي لا يصدقه. لذلك الله عز وجل أنطق حبيبه عليه الصلاة والسلام ببعض الأحاديث العلمية التي تحمل إعجاز غيبيا، يعني يغيب عن عصري نرى اليوم. فمثلا هناك حدث كثيرة عن علامات الساعة الصغرى، مثل قال النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة أن يكثر الكذب. طيب بالله عليكم، اليوم الإعلام العالمي كم يضخ من كذب كل يوم؟ كم هناك يشوه صورة الإسلام كل يوم كذبا وافتراء على الدين؟ كم نسبة الصادقين اليوم بين الناس؟ تبحث من حولك وابحث عن الصادقين كم واحد، ستجد نسبة قليلة جدا. طبعا أخبر النبي أنه من علامات الساعة أن يكثر الكذب، فما هو الحل؟ أنا بنظري أن
أننا نرى هذا نرى هذا الكذب وهو يكثر طبعا، وللأسف يعني بعض الناس يكذب مثل هذه الأحاديث. فائدة من ذلك أيها الأحبة؟ لذلك أحبتي في الله، مثل هذه الأحاديث أنا أتوقع أن عليه الصلاة والسلام ألهمه ربه يتحدث بأحاديث فيها إعجاز غيبي، فيها إعجاز غيبي لتؤكد لنا أن النبي صادق صلى الله عليه وسلم. فعندما يخبرنا عن عودة أرض العرب جن وأنهارا، من كان يتصور ذلك؟ يعني نحن نتحدث بمنطق علمي اليوم. مثل هذا الحديث، أنا اليوم أرى أمامي ثلوج، إبل ترعى ثلوج، منظر غير مألوف وغير متوقع. تخيل قبل 100 سنة لو جاء واحد وحدثنا عن هذا المنظر لنصدقه، سنقول له أنت تبالغ أو تحلم. النبي قبل 1400 سنة أنبأنا عودة أرض العرب وهي الأكثر جفاء، مروجا وأنهارا. فمثل هذا الحديث أحبتي، أنا بحاجة لمثل هذا الحديث، أنا أحتاج لأحاديث النبي لأنها عبارة عن رموز. خذ أمثلة جدا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام عندما دلنا على طريق الخير، عندنا أدعية معينة نقولها لنتقي شر معين، مثل آية الكرسي. طيب من أين علمنا أعظم آية في القرآن؟ عندما أخبرنا النبي آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن، وأخبرنا أننا إذا تلوناها صباحا قرأناها صباحا يحفظنا الله طيلة اليوم، وإذا قرأناها في المساء يسخر الله لنا أن يحفظنا طول الليل. طيب أنا لولا هذه الحقيقة أنني أخذتها من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا كل يوم آية الكرسي على الأقل مرتين في الصباح وفي المساء، وأشعر براحة نفسية، أشعر بلذة عند قراءة هذه الآية العظيمة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. طيب مثل هذه الآية من أنها أعظم آية القرآن يحفظ الإنسان. لذلك أيها الأن نرى بأن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هي الحق، ومن هذا الحديث يخبر باقتراب الساعة، وبالتالي ينبغي أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، عسى الله أن يقبلنا ويقبل توبتنا. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.